الحمد لله رب العالمين. بعد 8 سنوات ما تهجرنا منه بفعل آل أسد وآلته الإجرامية، الحمد لله رب العالمين اليوم رجعنا على حلب، رجعنا على بلدنا. أنا ابن حلب، تهجرت منه من 8 سنوات بتهجير 2016. الحمد لله هلأ رجعنا. طبعا شعور والله لا يوصف، يعني أنك ترجع على بلدك، ترجع على أرضك، ترجع على المكان اللي ربيت فيه.